بتكلفة 113 مليون دولار، قام مجمع سوناتراك باقتناء ناقلتي الغاز حسي توارق وحسي بركين بطاقة 13 ألف متر مكعب لكل واحدة، وناقلة نفط أخرى بطاقة 40 ألف طن لضمان تزويد السوق المحلية بالمنتجات المكررة. استلام البواخر أشرف عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما ترون هذه الإنجازات إنجازات مهمة، استثمار كبير بأموال جزائرية بدون قروض وبإمكانيتنا المالية. إذن الجزائر بخير وستكون بخير، وبالتالي الآن أتمنى أننا نعمل سويا إطارات وعمال ومواطنين ومواطنات من أجل هذه الجزائر التي نحبها، وأن تكون جزائر المستقبل بإذن الله. وبالمناسبة عين الوزير الأول عبد العزيز جراد مصفات سيدرزين، المنشأة التي تدعمت بوحدات إنتاج من شأنها زيادة قدرات إنتاج مصفات الجزائر العاصمة من 2.7 مليون طن إلى 3.6 مليون طن سنوياً. هذا وحث عبد العزيز جراد على استعمال الطاقة المتجددة على مستوى المصفات. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de transition énergétique. Exact. مرحلة انتقالية في الطاقة. وبالتالي لازم المرور تدريجيا، وانتم ممكن تكونوا نموذج أننا لازم كذلك نستعمل طبعا خيرات هذه اللي أعطاها لنا الرب سبحانه البترول والغاز، ولكن نبدأ نستعد في استعمال الطاقات المتجددة هذه. استثمارات أخرى تسعى من خلالها سوناتراك لتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستغناء عن استيراد الوقود، ناهيك عن اقتناء وسائل النقل الخاصة للمحروقات لتلبية الطلب الداخلي من هذه المادة وتصدير فائض الإنتاج.